السلام عليكم. شكرا استاذنا الفاضل على المقدمه، شكرا استاذنا الدكتور مصباح، اتشرف بيكم. انا عارف انكم هبطتم والبريك بعديه على طول، فانا هحاول ما اطولش. يعني اللي لسه ما عندوش هايبوجلايسيميا يرفع ايده كده. كله هايبوجلايسيميك؟ ايه البدايه اللي ما تشجعش؟ فين البوينتر؟ دكتور عماد خبيته؟ طيب احنا النهارده هنتكلم على اول، بشكر حضراتكم على التواجد النهارده، وبشكر شركه ميرك سرونو على دعوتي ان انا اقول المحاضره بتاعتهم النهارده. عندنا مشكله شويه، الجلسه دي كانت تقيله قوي، ميتابوليك ده الجلسه اللي بعديها اللي اتقل كمان، الدكتور عبد العزيز هيتكلم فيها. انا بدعوكم من دلوقتي انكم تحضروا الجلسه اللي جايه اللي هي بعد البريك مباشره. عايز اقول لكم انها جلسه ضرب نار، يعني جلسه المافل دي كانت رائعه واحنا بنختمها دلوقتي. احنا بنحتفل السنه دي زي ما بنحتفل ب 100 سنه على الانسولين 1922 ل 2022، بنحتفل على 100 سنه على الميتفورمين. الميتفورمين اللي زي ما الدكتور مجاهد بيسميه الميتفورمين العظيم، وزي ما كان جون بيوز بيكلمنا عليه اللي هو جريت ميتفورمين. جون بيوز ده الشخص اللي بيعمل الجايد لاينز بتاعه الامريكان دايبيتس اسوسيشن، وده كنا بنستضيفه كتير في المؤتمر عندنا هنا في مصر في البان عرب، وكان بيجي يتكلم معانا. وقعدنا مكالمه من 2017 واحنا قاعدين في قاعده كده بنتكلم معاه مستقبل الميتفورمين ايه مع الادويه الجديده والاسجيلات والحاجات اللي زي كده، يا ترى له مستقبل يا دكتور جون؟ فالراجل قال ان على الاقل في الديكيد اللي جاي محدش هيعرف يهز العرش بتاع ميتفورمين على الاقل لمده 10 سنين. عدى 5 سنين واعتقد العرش ده بدا يتهز مع الاسجيلات، وبدانا نقول يا ترى ممكن نبدا بسجيلات ولا نبدا بميتفورمين؟ ايه راي حضركم، نبدا بايه؟ على فايده اللي انتم بتشوفوها من الاسجيلات، ولا نبدا بالميتفورمين القديم الدراج السيف القديم اللي موجود؟ ها اللي موافق على الاسجيلات يرفع ايده. على فكره اللي جايب الغدا النهارده الميتفورمين، فلازم نقول ميتفورمين يعني. المحاضره بتاعتكم هو ميتفورمين طبعا عشان الخبره الطويله اللي احنا استخدمنا فيها والنتائج الطيبه اللي وصلنا بيها بالميتفورمين. اوكي. يعني مش مجرد بس كده دكتور سعد بيه، انما تعال نشوف الجايد لاينز. حتى هذه اللحظه رغم كل الاستادز اللي طلعت على الاسجيلات محدش قادر يشيل الميتفورمين كفيرست لاين ثيرابي. قال لك نبدا لايف ستايل، نبدا انتنسيف، نضم الدنيا على بعضها، ممكن نبدا دول ثيرابي على طول فروم ذا ستارت، ولكن كورنر ستون ميتفورمين موجود حتى هذه اللحظه. الا اذا كان عندك استابليشد كارديوفاسكولار ديزيز. ده ليه؟ عشان البينفيتس اللي موجود. طب يا ترى هو له بينفيتس؟ اه طبعا ده له بينفيتس كتير جدا. طب احنا بنقول الفيرست برزنتيشن لو العيان جاي لك فوق الثمانيه بنبدا بيه على طول. طب انا عايز اقول حاجه لحضراتكم واجيب لك البينفيتس المتوقعه من الميتفورمين، وليه قالوا الميتفورمين العظيم، وليه جايد لاينز الاي دي اي بالذات من الناس اللي متحبذبه جدا، رغم ان العيان ده جامعه امريكيه، ورغم ان اليو كي بي دي اس ستادي اللي اتعملت معموله من انجلترا، ولكن ما زال حتى هذه اللحظه متربع على العرش بتاع السكر حتى هذه اللحظه. قالت لك بشكل قاطع ان الفيرست لاين ثيرابي بتاعنا لازم ان انا احدده اكوردنج للكوموربيديتيز. انا مش بعالج سكر ارقام، انا بعالج العيان بالكوموربيديتيز اللي موجوده عنده. فلو عيان عنده استابليش كارديوفاسكولار ديزيز، عنده رينال ديزيز، من فضلك هنكونسيدر الاسجيلات والحاجات اللي زي كده. انما العيان جاي لك ودول 80% من الحالات وزود كومبليكيشن لسه، فيرست لاين ثيرابي هو الميتفورمين. ده ليه؟ عشان البينفيتس اللي موجوده، وفي نفس الوقت افيلابل ايميديت ريليز، وفي نفس الوقت الاكستندد ريليز، والبرايس بتاعه كونسيدر. طب انا بختار الدراج على اي اساس؟ ايه الحاجات اللي بتخليني اختار الدراج بتاع العيان؟ 4 نقط اللي احنا قلنا عليهم اللي احنا بنختار عليهم الدراج، ان يكون افكتيف. ميتفورمين من اكتر الادويه افكتيف في الريدكشن بتاع الهيموجلوبين اي 1 سي. الحاجه الثانيه ان يعمل هايبوجلايسيميا، لا ما بيعملش هايبوجلايسيميا، فميزه كبيره جدا. الحاجه الثالثه بيعمل ويت جينج، ما بيزودش الوزن، بل بالعكس بينيفيشال ما كانش نيوترال، فممكن يعمل بينيفيشال افكت وينزل الوزن. الحاجة الرابعة على الكارديو فاسكولار، في بينفيتس موجودة ولكن لسه مش استابلش في راندومايز كلينيكال ترايلز، فبيقدم لك بينفيتس. والجزء الثاني الكوست، ده رخيص، ده رخيص جدا ويناسب الدول النامية مش الدول المتقدمة اللي احنا بنتكلم عليها اللي ما عندهمش انسورانس. فكل الكواليفيكيشنز بتاعت اختيار الدراج متوفرة في الميتفورمين. وده اللي خلانا كمان استخدمه في كذا حاجة. يا ترى ابدا بكومباينيشن سيرب فروم ذا ستارت زي ما الفيرفاي قالت، ولا ممكن ان انا ابدا ب اعمل تيتريشن للدوز 500 و1000 و2000 واشوف احسن من كده؟ في دراسة اتعملت في اليابان وقالوا بها، وهعرض الدراسة بعد شوية، وقالوا لا ده انا لو عملت تيتريشن ممكن اخلي الديورابيلتي بتاع الدراج ده مدة اطول كتير. طب في العينين بتوع الدايابيتس الدراج الوحيد اللي ابروفد من الاف دي اي هو الميتفورمين.
مفيش ولا دراج، رغم ان في دراجز جايبه نتائج زي جي ال بي 1 زي الاسجليت، بس حتى هذه اللحظه ما حدش فيهم خد اف دي ابروفر غير الميتفورمين بس. النايس جايد لاينز، والنايس جايد لاينز دي من اكتر الجايد لاينز المحترمه، بدات تلمح شويه ان الاسجليت يا ترى هيخش مكان الميتفورمين ولا لا، وقالوا لو استابليش كارديوفاسكولار ديز او هاي ريسك فور كارديوفاسكولار ديز او رينال من فضلك هتكونسيدر الكلام ده. طب لو انا مع كده ممكن احط الاثنين مع بعض. واحنا بمناسبه الكلام ده الديبيت اللي موجود ده عملنا جلسه بكره مع اثنين من الاساتذه الكبار الدكتور وائل فراج والاستاذه الدكتوره انجي عبد الوهاب، عاملين ديبيت يا ترى العيان اللي جاي لي نايف النهارده ابدا اسجليت ولا ميتفورمين. انا بدعوكم للحضور الجلسه دي بكره، جلسه ضرب نار. وفي ديبيت تاني معمول بين الدكتور مصباح وبين الدكتور عادل عبد العزيز على البري دايبيتس برضه نشتغل فيها ازاي، لان النقط دي نقط شائكه دلوقتي. طبعا ستارت الميتفورمين اساسي ومانداتوري ايه ما كانش عندك كونترا انديكيشن للميتفورمين. طيب يا ترى هو عشان رخيص وعشان كذا الافكاس بتاعته ضعيفه؟ تعال بص كده الدراج القوي الميتفورمين يا السلفونيلوريا والجي ال بي 1 بعديهم، يعني من اقوى الدراجز في الافكاسي مش مجرد السيفتي اللي احنا بنتكلم عليها بس مع العينين دول. طب الحاجه في اللونج تيرم او اللونج لاستنج كنترول، من الحاجات اللي ممكن تقعد معاك والديورابيلتي بتاعتها عاليه جدا والعين معد كنترول فتره طويله، خاصه لو انت استخدمته في النايف بيشن. طب احنا الكلام ده كله جبناه منين؟ ده الافكت اللي بتاع الدي دي بي 4. لو انا ادي دي بي 4، يعني لو انا بدات العين ب 500 وبعدين ب 1000 وحبيت اعمل ازود الدوز، يا ترى احط ميتفورمين ولا ارفع لل 2000؟ زي ما دي النتائج بتاعتها غير النتائج بتاعت الفيريفاي ستاد. طلعهم في الدراسه دي وكانت معموله في اليابان ان انا لو زودت الدوز بتاعت الميتفورمين وصلت للتارجت بتاعي اللي هو ال 2000 هجيب ريزلتس كويسه والديورابيلتي بتاعتي مع العيان ده. يعني ايه ديورابيلتي؟ يعني العيان ده مش هيحتاج ينقل للسكند لاين ثيرابي غير بعد فتره اطول من الكلام ده. يبقى الجزء الثاني بتاع التناكه ده الجزء اللي هو قال عليه الاستادي بتاع التناكه، وان هو احسن من ان انا اضيف الدي دي بي 4، لا ان انا ازود الدوز واوصل للفول دوز بتاعت اللونج لاستنج كنترول بتاعنا. هخرج برده من الحته دي بسرعه وعايز اروح برده للكارديوفاسكولار بروتكشن، والحته دي مهمه قوي. يا ترى هو له كارديوفاسكولار بروتكشن؟ احنا ليه وصلنا، يعني كان جيمس بيكر ده برده من الناس الكبيره قوي في البورد بتاعت الاي دي اي، وقال لي كلمه لو نطول نطحن الموتفيرمين ونحطه في ميه الشرب للناس يبقى نطحنه ونحطه في ميه الشرب للناس، لان الريزلتس بتاعته تعدت الدايبيتس. زي ما بنقول اسجليت تعدى الدايبيتس الى النون دايبيتكس، الميتفورمين تعدى الدايبيتس الى مش مجرد علاج الدايبيتس ولا الاول كوز مورتاليتي في الدايبيتس، لا تعدينا لللايف سبان بتاعت الناس ريجاردليس دايبيتك اور نون دايبيتك. حته كبيره جدا اتحط في كل البروتوكولز بتاعت الاندوكراين مالجنسز، كل بروتوكول بتاعت الكيموثيرابي بتاع الاندوكراين مالجنسز محطوط فيها الميتفورمين لما اتحط مع العينين فرق كتير مع العين. طبعا عندنا اليو كي بي دي اس ستادي اكبر ستادي اتعملت على مدار 20 سنه ومن سنه 77 لغايه سنه 97 وحصل لها اكستنشن كمان اوبزرفيشنال حوالي 10 سنين كمان، فبقت من اكبر ستادي لاند ماركس في مجال الدايبيتس. الستادي دي قالت لك انا هشوف العينين نايف، وكان اياميها اللي في ايدهم هو الميتفورمين والجليبين كلامايد والانسول، ما كانش لسه في ادويه ثانيه موجوده من العائلات دي، وكانوا بيظبطوا بس الهيموجلوبين اي 1 سي بتاع الناس ينزلوه من 8 الى 7 بس سستيند على كده 10 سنين، يعني حافظ على السبعه ده لمده 10 سنين مع العيان. وجدوا بقى حاجات كتيره جدا، وجدوا ان هم عملوا ريدكشن اللي انا بقول لسيادتك عليه، المايكارد انفكشن قلت 39%، دايبيتس ريليتد ديسز ايا كان سببها قلت بنسبه 42%، ده رقم مهول. الاني دايبيتس ريليتد اند بوينتس قلت بنسبه 32%، رقم صعب جدا وارقام صعبه جدا، وانا عندي ممكن العين يبقى بولي ميديكيتد في حاجات كتير وما بقدرش اوصل للارقام دي. ده سموه الليجاسي افكت. طب الناس اللي اتظبطوا في الاول دول بالميتفورمين لما تابعوهم ال 20 سنه وسابوهم يمشوا بعد كده بحريتهم ويمشوا من غير كنترول ومن غير حاجه ايا كان الادويه اللي بياخدوها، لا الناس دي الكومبليكيشن فيهم بعد ال 10 سنين كمان اقل. ده اللي سموه الليجاسي افكت، اللي هو الافكت الممتد للكنترول اللي احنا عملناه من نايف بيشن لاكثر من 10 سنين في الاول خالص. عشان كده دايما بنقول ان اول 6 شهور في العيان هم اهم 6 شهور في عيان السكر، انك تشيل الجلوكوز توكسيستي وانك تحرر البيتا سيل. واحنا عارفين معلومه دلوقتي ان البيتا سيل مش بتموت في العيان بتاع تايب 2، بتحصل لها تحول الى الفا سيل وبتنتج جلوكاجون وبتعمل لك مشكله اكبر، ولما انت بتعمل ايرلي كنترول بتشيل الجلوكو توكسيستي بتشيل الاستريس اللي موجود على البيتا سيل فبترجع تاني تتحول الى الفا سيل، وده اللي بيخليها البيتا سيل وتعيش معاك فتره اطول وتخلي الليجاسي افكت اللي احنا بنتكلم عليه. استادي ثالثة اتعملت على الميتفورمين في الناس اللي هم دول تايب 2 عشان نشوف الهارت فيلير والريسك بديس. لقوا ان الناس دول طبعا كانوا 24000 حاله، لقوا في ريسك ريدكشن في الكارديوفاسكولار ديس 37%،
ارقام ممتازه جدا ما اتحققتش مع حاجات كتيره من الكلام ده. الهارت فيلر لو انت بدات بدري بالميتفورمين بيعمل ريسك ريدكشن ب 39%، ارقام تشابه اللي طلعت من الامبريج في الامباجليفلوزين والحاجات اللي زي كده. ويمكن بعد كده في بقيه الكونكلوجن بتاعهم الاناليسيس ده قال لك ان احنا عاملينه في تشاينا وكانوا حوالي 24000 عيان وكانت النتائج فارقه جدا. طب بياند المانجمنت بتاع الدايابيتس انا عندي فرصه في حاجه ثانيه، عندي في البري دايابيتس ان انا امنع العيان انه يوصل. كان عندي 3 لاينز في الفينش ريسك سكور اللي اتعمل الدراسه اللي اتعملت عشان امنع الدايابيتس في العيانين اللي عندهم هاي ريسك او عندهم بري دايابيتس. اللايف ستايل كانت جايبه 58% ولكن الميتفورمين لوحده، اللايف ستايل ده شيء صعب علينا كلنا، الميتفورمين لوحده لما اديته للعيانين وزود لايف ستايل وزود اي حاجه كان جايب 31%. لو انت عملت كومبلمنتري افكت بين اللايف ستايل وبين الميتفورمين هتجيب نتائج احسن من كده وساستين وامنه جدا على العيان وعملت بروتكشن على الكارديوفاسكولار بتاع العيان ده. يبقى الافكت بتاع الميتفورمين واز هاير في مين؟ مين احسن ناس تستفيد من الميتفورمين؟ اليانجر جروبس بالذات الاوبيز اللي هم عندهم هاي بودي ماس اندكس والناس اللي الفاستنج بلاد جلوكوز بتاعهم في البيز لاين هو اللي عالي مش البوست براندد، دول اكتر ناس بيستفيدوا من الميتفورمين وبيستجيبوا بشكل كويس جدا. المعلومه اللي يمكن انا متفق فيها مع الاساتذه اللي اتكلموا عليها، الميتفورمين بيستخدم كتير عشان الهيباتيك استياتوزس والنافلد والمافلد هو ملوش رول قوي في الكلام ده ومفروض نتوقف عن الحته دي. طب فورمه الاكس ار فورمه جديده جدا والفورمه دي قللت الانتولرنس للميتفورمين، في بعض الناس ما عندهاش تولرنس خالص للميتفورمين، انا واحد منهم ما بقدرش اتحمل حتى ال 500 اللي موجودين، انما الفورمه بتاعت الاكس ار حسنت الكلام ده وخلت الناس التولرابيلتي بتاعتهم زادت لاكثر من 75%، ويمكن ده اللي خلى الميتفورمين متربع حتى هذه اللحظه على عرش السكر، ما فيش حاجه قدرت نفسه في الفيرست لاين ثيرابي فور دايابيتس. شكرا حضراتكم واسف ان انا طولت. شكرا جزيلا دكتور سيد.